صراحة كنسيبو داك اخويا عاود لي رقم الاحساس اللي تنحس بها اخويا راه الله اللي كيحس بيا في هاد ال... يعني وليداتي ما كرهتهمش انا يتمشاو قدامي و يتحركوا ويهضروا ويخرجوا لا يتفاعلوا ويقولوا لي كلمة بابا تاعنا نسمع منهم في الحق والله اللي مطالع من هذه المسألة ديال وليداتي بغيتهم يتحركوا تاعنا من الغالب الله باش كتلقى شي مساعدة والقلوب الرحيمة والمساعدة مساعدة كاين شي حاجة بعض المرات ولكن ما كتكفينيش لأن يعني الأسرة اللي تتقتل بالجوار تيبغيو بزاف ال مني كل احترام وتقدير في المصايب ديال سميتو إلى مباشر آخر ليكوش حليب وكال ديال تيبغيو العوين خاصني نعاونهم مع أمهم ما تتقدش عليهم بوحدها زينب لأن غاديين تيكبروا أنا تنخمم فيهم بزاف مني غيكبروا كيفاش غندير معاهم السلام عليكم معكم آمال كريم عند متزوجة عندي ثلاثة ديال الأطفال وليد عنده 6 سنين وهاد البنية التوأم عندهم 4 سنين دابا عندهم مرض الصرع إعاقة ذهنية وحركية وما كيشوفوش والحمد لله الحمد لله والشكر لله والأب ديالهم خدام الخدمة ديالو غير في تبنيس والخت ما عيانه وعندهم طبيب غالي في الدار البيضاء كنديهم سلعه الدكتور التازي الدار البيضاء وخاص بالاطفال ديال مرض الصرع والمحسنين اللي كيتعاونوا معايا باش كنديهم لعند الطبيب وكنشكر الجمعيه يلا كتساعدت معايا دي شهرين في ليكوش حويجات ليهم ديال ريتاج الخير تنشكرها بزاف من هذا المنبر وما 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 براتش وانا كنتقطع عليه يعني شنو رسالتك للمغاربه؟ رسالتي للمغاربه هما يتعاونوا معايا باش بنياتي انا يتحركوا ويتمشاو على الاقل يدرجوا بعدا لانهم تيعياو فوق هذاك الكراسه وفوق الارض ناعسين ما تيتحركوش ما تيتقلبوش كيما حطيتي تيبقاو خاصو العلاج برا نطفو معاه اللي تساعدو معاه اللي يسطرو لينا على برا ما طالبين حتى شي حاجه من هاد الدنيا لقيتي شي بيبان؟ والو ما كاينش مشيت اخويا مشات مراتي انا ما مشيتش المراه ديالي كتمشي ما كاينش شي مساعده ديال سميتو ما كاينش شي مساعده مزيانه داكشي اللي بغينا ما كاينش بغينا يتعاونوا معنا باش نكون شي طبيب مزيان على الاقل غير يتمشاو بعدا لانهم ما كيتمشاوش وما كيتقلبوش حتى الفراش كيطيحو كيبقاو طايحين بوجوههم انا سليك انا دايره عليا بزاف ما كينعسوش في الليل تنبقى سهرانه وكيعاونني هو ما نساش خيره راجلي ما نساش خيره صراحه الحمد لله نحمد الله ونشكره عزازاتي علي بناته هما الروح ديالو وقال لك ما لقيتش لي مجهد لقيت لي مسجد نصفرهم على برا عاد تيقول لك غنمشي نحرق نمشي نحرق قال لك ونصوب الوراق ونجي ندي بناتي يتعالجوا برا هاد الفكره عادت لي في راسو ملي قال لينا الطبيب خاصهم يتعالجوا على اوروبا وكيعاونني عليهم عاد تيبدا يغوكتو مع عينك لهادي مع عينك لهادي وكيشدو من داك لاكريز وحده شاده في قنوفته الدم وحده كشاكش انا حطيت معاه فوق السداري كنمشي لكل كوزينه نجي نصيب وحده طايحه لي على وجهها تنفرش لي معاه في الارض فوق الحصيره الحمد لله ما صعبش بيا صعب بزاف الا ما درتيش معاهم الخاطر ولا خاصهم العوين حتى العوين اللي كيعاوني كيجي في العشيه كيدوق الشاي يصلي واخا ما ياكلش يعاوني فيهم يبدل معايا ليكوش نعقموهم مع تيغلبوا علينا تنفرشوا لي مع في الارض ما عندهمش الكرسي فاش يعوموا تنديروا لي مع حصى داك ميكا داك القلع ديال الطبله وكنعقموهم الحمد لله الحمد لله وكنطلب من المحسنين تعاونوا معانا عارف الطبيب عارف الطبيب طبيب غالي علينا بزاف ديال الدار البيضاء راك عارفهم الطبه ديال الدار البيضاء ما كاينش اللي كتبقاي فيه ويقول لك صافي غير دخلي غير دخلي لفوجي الله شحال الكلفه ديال المصاريف لا فيزيت 6000 ريال الشبكه تيقول كل 3 شهور ديريها باش نعرف واش الدواء تقبلوه ولا لا واش كاين شي نتيجه 16000 ريال الشبكه السكاني 24000 ريال ما
مي غنجيب لي هذا الشيء تيتعاونوا معايا ملي ما تيكونش عند مول الدار تيتعاونوا معايا محسنين الجارات مولات 100 درهم ولات 200 درهم ولات 50 درهم كنجمع هذيك البركه وتمشي للدار البيضاء خدمتو البني والزليج دوك عبريكولات عبريكولات حتى الخدمه ما مقداش عندو تريسا واحد مرات ما نخلصو على شهرين ولا 3 شهور تنخلص تنعود خايفه اللي يجي يروحو القحوه يجي في الزنقه قاشر المخزن ما معاش اللعب المخزن الحمد لله الحمد لله تنطلب من الله الله يحنن القلوب العباد على بنياتي الله يحنن القلوب عباد على بنياتي وقفوا معايا ولا ما يعطيوني حتى شي حاجه ديال الفلوس يجيو غير يهزوني على انا وبنياتي ويديوني لعند الطبيب وندوز ليهم ونتبع حتى انا كل 3 شهور كل 3 شهور ما كراش شي حتى هما العود يشوفوا العود يزيدوا الحمد لله ما فقداش الامل في الله ما فقداش الامل تنصلي ونطلب الله الله يشافي لي بنياتي الله يشافي لي بنياتي والله ربي يشوف فيهم بغيت الله يشوف فيهم المعاناة اللي تنعاني وهي بإذن الله لأنهم ما تيشوفوش والصحيحة ما عندهمش ما يزيدوش ربع سنين ونص تقريبا عندهم يعني أمهم حتى هي مسكينة تعصبات معاهم جيت محزنة ولذلك أطالب ولا سميتو الطبيب وكذا ما عندناش باش نوصلوا مع الطبيب ومع المناضلات باش نديهم الترويض وهذا المهم غالب الله بغينا شويه مساعده كان شي محسنين يتعاونوا معنا عاودنا على الحاله ديال الدريات شنو المشاكل الصحيه عندك المشاكل الصحيه هي ما كيشوفوش وما كي الماكله ما ياكلوش ياكلوا شي حاجه مطحونه بحال هكا هما ما تيمشيوش بغيناهم يمشيو ان شاء الله وبغيناهم يتعاونوا معنا باش يعاودوا يمشيو وعاد يتحركوا باش وما يبقاوش يتعصبوا تيعواجوا لينا بزاف غير الدواء اللي شويه كيهدنهم وبغينا شويه يتعاونوا مع الناس باش والحمد لله الحمد لله والشكر لله الحمد لله قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في لاشين يوتيوب وتبارطاجيو لا فيديو مع صحابكم ومواقع التواصل الاجتماعي ما تنساوش ديروا جيم وتضغطوا على الجرس باش يوصلكم جديد ديالنا